لا تكون ضحية الإعلام. والله حدثني أخ قال لي أي شيء تسمعونه يزعجكم ليس من المسلمين، هذا شيء متكرر وهذا الأسلوب أصبح معروفا وساذجا. كونوا محتاطين، كونوا بفهم عميق. الإعلام الآن أكبر سلاح يواجه الأمة الإسلامية، إلى درجة أن الإنسان من شدة هذا الهجوم على الدين يستحي بدينه، يستحي أنه مسلم، يستحي أن يقول كلمة ترهبون به عدو الله وعدوكم، لأنه فيها راء وهاء وألف به إرهاب فيها، يستحي بآية تذكر كلمة ترهبون، مع أنني والله أفهم هذه الآية أن هذه الآية لمنع الإرهاب. إذا كنت قويا لا يفكر أحد أن ينال منك، ولا أن يعتدي عليك، ولا أن يشوه صورة نبيك، ولا أن يدنس مصحفك. الحق ما جاء به الوحيان، ولكنه يحتاج إلى قوة. إخوتنا الكرام، إذا أراد الطرف الآخر إفقارنا، كسب المال الحلال وإنفاقه في وجوه الخير أول عبادة، وإذا أراد الطرف الآخر إضلالنا، توضيح معالم الدين، تعزيز قيم الإسلام والمسلمين أول عبادة، وإذا أرادوا إفسادنا، تحصين شبابنا وشاباتنا أول عبادة، وإذا أرادوا إذلالنا، بذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس. لا تكونوا ضحية الإعلام الغربي، هم يوهموننا على أن هناك مرض اسمه أنفلونزا الطيور سيقضي على 150 مليون. من عام 96 حتى الآن مات 86 إنسان فقط، الذين يموتون بالرشح أكثر من ذلك، لأنه في مصالح مادية، في مصل مضاد لهذا المرض يحتكره واحد في العالم الغربي، جمع حتى الآن 11 مليار ربح. فكلما أوهم الناس أنه في خطر كبير، طفل يموت في تركيا بهذا المرض، تبث جنازته 11 محطة فضائية. لماذا هذا الخوف؟ لا تكونوا ضحية الإعلام الغربي. أنا أقسم لكم بالله أن القمع الحالي قمع إعلامي، قمع إعلامي. كانوا يجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون، لكنهم الآن يجبروننا بالقوة الناعمة على أن نريد ما يريدون.